المعلم عبد الرازق ده، ايه الشقة اللي مش على البال دي؟ مفيش حل قدامنا غير ان احنا نشاط الولية دي ونخف دراعاتها من الحمل التقيل اللي هي شايلاه. ومين فينا بقى اللي هيقوم بالعملية دي؟ الله، وحصل ايه للرجالة يا رجالة؟ ده عملية هايفة يا جدعان، أنا مستعد نقوم بيها لوحدي. ايوه بس لازم لها خن، هنعملوها فين؟ نعملوها فين؟ نعملوها هنا أو في أي مطرح من مطارحكم. هي ديتها كسيد الولية تشربهم وتتدرمغ، بعد كده هتقوم هتلاقي دراعاتها أنضف من النظافة ذات نفسها. طب افرض بقى الولية المؤاخذة زعقت وقالت يا خلق يا هو الحقوني. ماني بنقول يا حسن، هم كاسين من منقوع الصرم بتوع النص، مش هتقدر بنفسها، ولما تفوق هتخاف تتكلم. حرمة زي دي بتسرح من ورا أهلها، هتخاف إنها تنطق، هتخاف من الفضيحة والجرصة. أنا شايف إن الكلام اللي بيقوله عبد الرازق يخش دماغك. صح، هتزعق تقول إيه؟ أنا جيت مع الراجل ده هنا وكان ناوي يسرقني وهو بيسكر معايا. يعني مفيش حل تاني؟ عندك انت حل تاني غيره يا حسن؟ يعني انا بقول لو حد فينا اتجوزها. يعني كلام اللي بتقوله ده جدع، جرف نفوخك حاجه، قضى خف من قضى، ريه لو شمت مش هيكفيها فيك الف حرمه. انا بنقول يعني لو افرض الوليه زعقت فالبوليس جه، احنا مش ناقصين. بوليس ايه يا حسب الله؟ هو البوليس فاضلنا؟ البوليس نازل ضرب في الناس، والناس ده ضرب فيه، والشوارع بقت عك عك. طب لو الوليه ما سكرتش وفتشت الملعوب بتاع برازه، هنقول لها انه كان بيهزر معاها وان كلامنا معاها كان بصفه الهزار. ونسمع احلى سلام باحترام للمعلم عراب التمام، اهو كده اصحالي وغني وقول وسمعني احلى كلام موزون. وتفتكروا الولية هيدخل عليها الملعوب ده؟ ما تسكرهاش بقى حسب الله، انت لا منك ولا كفاية شرك. ما قلتليش هي الحرمة دي ساكنة فين؟ في المسكوبية. عملت ايه مع الولية خضرة؟ اتفقت معاها تقابلك؟ هي الولية دي متجوزة؟ كانت، بس جوزها مات قديله أكتر من شهر. ايه النسوان دي اللي ما بيعيشلهاش جواز؟ ما هو النسوان اللي بتشتغل في البطالة مؤاخذة هتلاقي جوازها راقدة يا إما عطلية. ايه الحاجات اللي تقطع القلب ده جدع؟ خلاص يا أبو قلب رهيب، بصوا أنا قلت نقتلوها وهي خارجة من البيت. لقيتها خارجة مع ولد فايف كده وضعفان، خد بالك، وركبت معاه الكارو. أنا قلت الولد ده يا إما صاحبها يا إما زبون خدها في الكارو وراح رايح. لا وأنت صادق، ده ابنها، أصله بيشتغل عرباجي. والولد ده عايش معاها بقى ولا بيجي بسلامته يوصلها كل يوم؟ لا ده متجوز. ابنها التاني بقى اللي عايش معاها بيشتغل مكواجي عند الطربيشي اللي جنب الطرطوشي. طربيشي الطرطوشي؟ الله الله، غير حسبه انت حافظ العيله كلها ولا ايه؟ لا، ما هو المعلمه رايه لما تهزر على حرمه لازم نجيبه اصلها وفصلها ونعرف كل حاجه عنها ان شاء الله اللي جوه بيتها كمان. يبقى مفيش قدامنا غير حل واحد، نخلوا المعلمه رايه ولا المعلمه سكينه تشيع عليها البنت بديعه. لا، نبعده سكينه عن العباره دي، قال هي تعبانه وراقده وما بتخرجش. عبد الرازق، مش عايزين الولية خضرة تشك في حاجة، يعني الحرمة وهي راحة الزنقة يجي طابق عليها وكأن الحدوتة قابلها بالصدفة. لا يا جماعة، احنا عايزين نخلي الموضوع موضوع شغل. الله، ما هو الكلام بصفة شغل يا جدع. لا، خد مني أنا بقى لا مؤاخذة الكلام الموزون، أنت مش بتشتغل عربجي، أنت تروح لها على إن عندك نقلة كبيرة قوي ومحتاج الواد ابنها فيها، ساعتها بقى تاخدها في الكلام على جنب كده وتتفقوا على ميعاد. ماشي يا سكة الرزالة دي، بس نقولوا ايه لابنها لما ما يلاقيش لا نقلة ولا يحزنون؟ أنا برضو اللي هنقول لك تقول ايه؟ هنعوضها لك أبو اسكندر، واللي جاي أكتر من اللي راح. إذا كان كده يبقى ها.
المعلم عبد الرازق ده؟ ايه الشقه اللي مش على البال دي؟ شقه خير ان شاء الله. صباح الفل يا خضوله. يسعد صباحك يا معلم، اتفضل. مين اللي بيخبط يا ابني؟ ده المعلم عبد الرازق يا شعبان. طب عملت لي الشاي ولا لسه؟ يو اصبر شويه يا ولا ما اشوف المعلم عاوز ايه. ما شاء الله ما شاء الله، عيني برد عليك عليك برد. كل ما بنشوفك يا خضورة بنحس ان انت بتحلو يوم بعد يوم. كتر خيرك يا معلم، اني اول مرة نسمعك تقول كلام حلو كده. من زمان وانا نفسي نقولهولك، بس اصلاني رزيل على نفسي قوي، معلش كله بأوانه. وانت جاي بقى عشان كده؟ الكذب خيبة. ايوه جاي عشان كده، عشان وحشتينا يا خضورة، ونفسي نقعد معاكي قعدة حلوة ونتسامروا ونتمزجوا. ها ولا ها؟ وانا بديك الساعة يا معلم، انا تحت الامر والطلب. انت عاوز امتى وفين؟ على اخر النهار عند ريا وسكينة. بس خصيمك النبي ما تجيب سيرة لحد من الجيران، محدش يعرف اني بنروح لريا وسكينة. عيب، يعني صحيح رزيل قوي، بس نعرفه الأصول وسرك في بيرة خطورة. تسلم لي يا زين الرجالة. صباح الخير يا معلم. أهلا. صباح الفل يا أخوي. مين ده؟ ابني شعبان. أهلا أهلا يا معلم شعبان. طب معلش بقى خطورة، بالإذن أنا بقى من غير ما نعمله معاك إنسانية. معلش مرة تانية، الجيات ياما. نسيبك بخير يا ست خضرة، مع السلامة. السلام عليكم معلم شعبان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنست وشرفت يا معلم. المعلم عبد الرازق كان جاي يعمل ايه يا امه؟